توقف. انظروا، ها هو، أمسكنا به أخيرا. نجحنا، وصلنا إلى المدرسة في وقت قياسي. فكرا في الوقت الذي كنا وفرناه لو ابتعد أولئك المتطفلون عن طريقنا. يا لها من دراجة جميلة، ترى من يكون سائقها؟ لابد من أنها دونا رامون، سمعت أنها من أفضل الرياضيات. تبدو لي على الأرجح أنها مدعية. هيا بنا نرى. أنا واثقة من أنها لطيفة. مرحبا، أنا أليكس، لا أظن أننا تقابلنا. هل تعرفين ماذا حل بآخر فتاة لمست دراجتي؟ فلنقل إنها اضطرت لتناول طعامها بالشاروق لأيام عديدة. يا للمصادفة، أنا أيضا أفضل الأطعمة المخفوقة. لقد دق الجرس، أراك لاحقا، إلى اللقاء. ربما سأستخدم المدخل في الطرف الثاني من المدرسة. يا له من نهار متعب. أتمنى لو أنني لا أرى المدعوة دونا رامون ثانية. على الأقل اليوم يقدمون وجبتي المفضلة، بيتزا بجبنة الصويا. أنا سأخذها. أعيدي إلي البيتزا الآن. لا أمل لك، أنت مدينة لي بثمن الغداء لمدة سنة بسبب ما حصل اليوم. لا أظن أنك ستدعينها تستغلك أكثر. أجل، حافظي على كرامتك. أنا لن أشفع لك. الواقع أريد أن أستعيد البيتزا. بعد التفكير احتفظي بها، سوف أجعلك تندمين على هذا. قتال قتال قتال. أنت محظوظة حتى الآن، ولكن غدا عند الثالثة ستكون نهايتك. أسمعت ما هذا؟ ستكون نهايتي. لا ترتعبي، أنا واثقة من أنها مجرد تفاهات. عندما تتأكدان اتصلا بي، سأكون في القطب الشمالي. هل أقدم لكن بعض الشطائر؟ شكراً، أكلنا منذ قليل، البعض منا فقط. هل سمعتن يا فتيات بعرض تلفزيوني يدعى قتال؟ أنت تعني عرض الملاكمة الذي يجري على الجزيرة؟ إنه هو بالذات، عرض سكان جزيرة الخوف المقاتلين. أنا أحب هذا العرض، ولكن ما المشكلة؟ يبدو أن أحد المشاركين رياضي أولمبي يدعى ريجي ويلس، اختفى كل أثر له منذ خسارته في العرض الأسبوع الماضي. أريد منكن أن تقصدن المكان متنكرات والوقوف على سر ما حصل. علينا التنكر بصفتنا ماذا؟ بصفتكن مشاركات في المسابقة. كنت خائفة من جوابه هذا. والآن إلى الأدوات. أساور سريعة الانزلاق، أحزمة مظلات، أحذية رياضية نصف تزلجية، مجففات شعر بأشعة ليزر، ساعات منشارية دوارة، قنابل دخانية برائحة مرهم الشفاه. هل أضعه على شفتي؟ نعم، جربيه. استمتعنا بالمهمة يا فتيات.
هذه هي جزيرة الخوف، لا أرى فيها ما يخيف. أنا أغير رأيي. فينس كينغ هو الاسم، وتشيع المعارك هو لعبتي. أنتن حتماً المشاركات الجديدات. هذا صحيح، أنا سام، هذه كلوفر وأليكس. هذا مدهش، فلنذهب في الجولة الأساسية. عرض قتال هو عرض عالمي، الناس يشاهدونه في كل مكان، كل مكان في الأرض موجود هنا. عرض قتال لديه الإمكانيات التي لم تتوفر لأي برنامج آخر. هذا أمر واضح دون أدنى شك. أرنولد، هل هدأت أعصاب دونا؟ هل اتصلت لإلغاء العراق؟ هل تمزحين؟ لقد بدأت الأمور تصبح مثيرة. الكل يشجع دونا الآن، ولكن طبعا لا بأس بقدراتك. رائع جدا. إذن سيد كينغ، هل سمعت شيئا حول اختفاء ريجي ويلس؟ ربما هو خجل من ظهوره علنا بعد سقوطه السريع على أيدي مقاتلي الذين لا يرحمون. سريع؟ لا يرحمون؟ هل تعني أن القتال في برنامجك قتال حقيقي؟ لا بالطبع لا، إنه مجرد استعراض. كل الحركات التي تؤدى مدروسة مسبقا ومحددة. إلى غرفة الملابس الآن، تحضرنا وقبلني على الخشبة، الاستعراض بعد ساعة. وأنا التي كنت أظن أن قيادة سام سيئة. ما هذه؟ بدلة حديدية؟ عجب أن الجميع هنا يريد أن يقاتل. والآن لنتعرف إلى مشتركاتنا. هيا هيا أجل، هيا سام، أليكس، كلوفر، سيقاتلن مقاتلي، وذلك للحصول على حزام القوة من قتال. ولكن أولاً عليهن التغلب على مقاتلي المدربين والمحترفين الدوليين. هل أنتن جاهزات؟ هيا 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 هيا. حسناً آنساتي، انتباه، أطلقوا الذئاب على الفور. هنا حذرتين، تلك الذئاب تبدو جائعة بشكل لا يرحم. سنكون نحن غداءها. أرجوكما، قال كينغ إنه مجرد استعراض، هذه الحيوانات اللطيفة لا يمكن أن تؤذي نملة. على ما يبدو لا أحد أخبر الذئاب أنه مجرد استعراض. عظيم، والآن ماذا؟ تسلق. ما رأيكما أن نرمي أنفسنا للذئاب؟ اتركيني. هيا يا فتيات، هيا. أوه رائع، إنه اليوم الوحيد الذي أنسى فيه قلم الكحل. هناك. هيا هيا. ماذا علي أن أفعل للتخلص من هؤلاء؟ ارفع يديك عني، ابتعد عني وإلا ندم. أراكما الموسم المقبل. أتمنى أن يكون هذا الزي قابلا للتنظيف. مرحبا، ماذا لدينا هنا؟ واو، هذه الجزيرة فيها كل شيء تقريبا. هذه هي. Oh!
استسلمي. هذا أمر محال. ألا تأخذ هذه الكائنات أي استراحة؟ مجرورا في هذه المدينة القديمة؟ أو حسنا، لم أتوقع طريقة أفضل. كيف تسير المهمة؟ بشكل رائع، إذا كنت تحب أن تهرب من مجرمين محترفين. أخبار سيئة، فالمزيد من الرياضيين المشاركين قد تبخروا بطريقة غريبة. هذا ليس صعبا على التصديق، علي الذهاب. ماذا يجري؟ وجدناها، إنها هنا، أمسكنا بها. إنني أتنازل عن أحذيتي مقابل التخلص من هذه الحرارة. هذا ليس بالتحديد ما كنت أريده. سأستعيدها. لما علي أن أكون بهذه الرقة؟ ترى ماذا يكون هذا الشيء؟ لم أرى في حياتي أداء أفضل من هذا على الإطلاق. من أولئك الفتيات؟ سام، أهلا. أنت على قيد الحياة. بالكاد، فهذه الجزيرة تغص بأولئك المقاتلين. لا تستطيعان الفرار مني متى شئتما الآن. أنا شبه واثقة من أن ريجي لم يغادر الجزيرة حيا على الأقل. كلما أسرعنا في اكتشاف ما حصل لريجي، كلما أسرعنا في النجاة من هذه الجزيرة. ربما الأسرى تحت الأرض يستطيعون إفادتنا. رأيتهم في المجرور عندما كنت هاربة من المقاتلين. غريب ها؟ إذا فكرنا أكثر، أنا أيضا وجدت شيئا غريبا. قمرا صناعيا كان يلاحقني عبر النهر، ولكنه فجأة اختفى. ألا يبدو هذا غريبا؟ لقد انتزعته من أحد المقاتلين، يبدو وكأنه طوق إلكتروني. سجناء، قمر صناعي، طوق إلكتروني. كينغ حتما يخطط لشيء ما. حان الوقت للحديث إلى السجناء، إنهم الوحيدون هنا الذين لم يحاولوا قتلنا. بالمقارنة مع كوننا جاسوسات دوليات من الدرجة الأولى، فإننا نمضي وقتا أكثر من اللازم داخل المجارير. مهلا، هؤلاء الأشخاص يبدون لأنهم رياضيون محترفون، وعلى الأرجح مشاركون في عروض سابقة. ويحتفظ بهم كينغ هنا للعمل على جزيرته. علينا إنقاذهم. رائع، من الذي سينقذنا؟ كان علي أن أقولها لكن بنفسي، لديكن الموهبة. كان نجاحكن أكبر من نجاح كل المشاركين في عروض قتال، ولكن الأهم أن الجمهور أحبكن. اعذرنا سيد كينغ إن لم نقدر لك إطراءك كما يجب. لا بأس، يمكنكن أن تظهرن تقديركن من خلال قيامكن بدور المقاتلين على جزيرتي، وبعدما أعمل على تطوير شكلكن ستكن الأفضل. هكذا إذن. لابد من أنك جننت كي تفكر في أننا قد نعمل لديك. لست أبالغ، لأن طوق المزاج هذا يساعدني. أستطيع التحكم بمزاج أي مقاتل بواسطة جهاز التحكم، ويمكنني أن أجعل المقاتلين بوداعة الحملان أو بشراسة الوحوش المفترسة. وتفعل ذلك وأنت داخل الأستوديو بكل نظافة وأمان، لم تضطر أبدا إلى تلويث يديك. هذه هي الفكرة بالضبط، ضعوا لهن الأطواق، علي أن أتفقد بعض الأمور. ريجي، لا أعرف كيف أرد لك الجميل، لقد أنقذت حياتي بإخراجي من تلك البحيرة المتجمدة. كان ذلك أنت؟ طريقة فظة لإظهار تقديرك سام.
إنه طوقها، لقد بدا تأثيره. لن تستطيع أبدا أن تهزم قتال، نحن المقاتلون لن نسمح بذلك. علينا أن ننقذ سام. ولكن كيف نستطيع فعل ذلك طالما هي تحت تأثير الطوق؟ لديها تلك النظرة المجنونة في عينيها كما لو كان هناك تنزيلات حتى 50%. إذا لم نستطع نزع الطوق عنها ربما يمكننا تعطيل إشارة كينغ نحوها. مهلا، لحظة واحدة، ربما الإشارة لها علاقة بالقمر الصناعي. أنا أيضا رأيت القمر الصناعي، الأمر يستحق المحاولة. هذا غير صحيح، من المفترض أنهم وضعوا أطواقهم، فلنرى كيف سيواجهون المقاتلين الآن. ها هو هناك. كيف يمكننا التخلص من القمر الصناعي مع وجود كل هؤلاء المقاتلين؟ ربما إذا استطعنا إلهاءهم أو المرور عبرهم. نحن بحاجة إلى طعم. لماذا أكون أنا دائما الطعم؟ هيا يا ذوي الرؤوس الفارغة، ها أنا ذا، اقبضوا علي. لا أحد يفوز في عرضي، مقاتلو جزيرتي لا يقهرون. أنا لا أقهر. انتبه ريجي، إنه كينغ. هيا 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 قاتلوا سام. تبدين متوترة، ما رأيك في أن أنزع عنك طوقك وأدلكك؟ أحسنت، من الواضح أنك رياضي أولمبي، سوف تربح الذهبية بكل تأكيد. سام لا تفعلي هذا، ألا تذكرينني؟ أنا أليكس، نحن أفضل صديقتين. نحن كنا أفضل صديقتين. لم تحصل أبدا على الحزام، لا أحد يهزمني. ريجي. هاي كينغ، مقاتلوك هم أضعف من شاهدت في حياتي، وأنا سوف أربح الحزام. ريجي انتبه. لا، بل نجحنا. أليس رائعا مغادرة تلك الجزيرة الرهيبة والعودة إلى بيفرلي هيلز؟ أنا مستعدة للاستمتاع بالهدوء والراحة. هل أنت مستعدة يا صغيرة؟ قتال 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 قتال. اسمعيني جيدا أيتها المدعية، كنت مطاردة من الذئاب ورميت بالفؤوس وواجهت مقاتلين أشداء طوال الليل، فإذا كنت تحبين أن تجربي لا مانع عندي، هيا تقدمي. أنت قوية بالنسبة إلى حجمك. قوية؟ أعني بالطبع أنا كذلك. لم أكن أعرف أنك عنيفة، أنت أروع مما ظننت، علي أن أوصلك بنفسي. توصلينني؟ مذهل. حسناً، على الأقل حصلت على شيء جيد في النهاية. حقاً؟ مثل ماذا؟ بعد أن أصبح لأليكس دراجة نارية لم يعد ضرورياً أن نترافق معاً. ماذا تقصدين؟ عودي